طبعا احنا دلوقتي في فترة الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. الحقيقة انه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قالت من البداية انها بتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وبتعمل على إتاحة الفرصة لكل المرشحين لاستعراض برامجهم الانتخابية بكل شفافية وعدالة. كلنا طبعا متابعين القرار الأخير للمتحدة بمنح كل مرشح 100 دقيقة مجانا لعرض برنامجه الانتخابي ومحاوره المختلفة أمام الملايين. في 23 من أكتوبر الماضي أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن أسماء المرشحين الرئاسيين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، بعد أن تم قبول طلبات الترشح المقدمة من كل من المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر. ومنذ هذه اللحظة وقبلها تعكف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة الفرصة لجميع المرشحين لاستعراض برامجهم الانتخابية بكل شفافية وعدالة، فلم يقتصر الأمر فقط على القرار الأخير حول منح كل مرشح 100 دقيقة مجاناً لعرض برنامجه الانتخابي ومحاوره المختلفة أمام الملايين، ولكن منذ بدء استعداد المرشحين لإجراء الكشوف الطبية وغيرها من الخطوات الاستباقية قبل مرحلة التقدم بالأوراق للهيئة الوطنية، رافقت المتحدة كافة المرشحين في جميع هذه الخطوات ومنحتهم الفرصة الكاملة دون تمييز. الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من التجهيزات اللوجستية والفنية لإتمام عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث تم تجهيز مراكز الاقتراع التي تضم اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، مع توفير 13,000 صندوق مؤمن لوضع بطاقات الاقتراع فيه أثناء التصويت، بجانب توفير الحبر الفسفوري لضمان عدم ازدواجية التصويت. وتعاقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مع المطابع التي تتولى طباعة بطاقات الاقتراع وكشوف الناخبين ومحاضر التصويت والفرز، والتي سيتم تسليمها للقضاة قبل يوم واحد فقط من التصويت في الداخل، بينما سيتم إرسال الأوراق الانتخابية عبر وزارة الخارجية إلى مقر البعثات الدبلوماسية في الخارج لإجراء التصويت على مدار 3 أيام، هي الأول والثاني والثالث من ديسمبر. وتجري عمليات الاقتراع في الخارج داخل 137 مقر سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، ويكون التصويت عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك. على أن تنتهي أعمال الفرز في اللجان الفرعية بالخارج يوم 4 ديسمبر، وترسل الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطريقة الدبلوماسية لتجميع النتيجة مع نتيجة الداخل، فيما تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات لانتخابات الداخل 4/13 ديسمبر. وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة 5/14 ديسمبر، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة يومي الجمعة والسبت 15/16 ديسمبر 2023. وعقب إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر، يحق لأصحاب الشأن قيد الطعون الانتخابية بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي 19 و20 ديسمبر، ومدة الفصل في الطعون أمام الإدارية العليا 10 أيام، تبدأ من يوم 21 ديسمبر حتى يوم 30 ديسمبر. وفي سياق متصل، يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية وحملاتهم الأنشطة الدعائية التي تستمر حتى يوم 8 ديسمبر في الداخل قبل يومين من الاقتراع. وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الأنشطة التي يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والملصقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة التي تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح.